ازيكم واهلا بيكم في اول ابديت على القناه. انا خلينا نظبط السيت اب، عملت شويه تعديلات عليه، تعديلات كتيره مش قليله. هو السيت اب كده شكله حلو وعايز ارائكم. هو هل اللون دوت كويس؟ الاضاءه دي كويسه؟ الاضاءه دي كويسه؟ العزل كويس مظبوط؟ عايز اعرف رايكم. الفيديو اللي انتم شايفينه دلوقتي الجوده بتاعته حلوه ولا لا؟ يعني زي تفرق على الفيديوهات اللي فاتت ولا هي ولا قريبه ولا مش فارقه قوي؟ عايزكم تقولوا لي في الاي اللي هي ديت رايكم ايه، وبرضه تكتبوا لي في التعليقات رايكم في الفيديو ايه. طبعا والله انا كان بودي ان انا اعمل لكم زي بي رول افضل من اللي انتوا شفتوها ديت، تبين لكم ايه الحاجات اللي عملتها، ايه الحاجات اللي انا كنت بعملها في الفتره اللي فاتت ديت. لكن طبعا انا مش محترف قوي في الحاجات ديت، ومفيش حد يساعدني اصورني وانا بعمل الحاجات ديت، فكان صعب عليا، فما عرفتش اعمل غير البي رول اللي انتوا شفتوها في الاول دي. لكن طبعا اللي متابعني على الانستجرام اكيد شايف انا بعمل ايه. فلو انتم مش متابعيني على الانستجرام، ادخل في اللينك اللي اسفل الفيديو، تابعني دلوقتي على الانستجرام وهتفهم كل حاجه انا كنت بعملها في القناه. على الانستجرام دايما بنزل فيديو اول باول، تجديدات القناه بعمل فيها ايه وكده. لكن طبعا السيت اب ما خلصش على كده، لسه في حاجات كمان هعملها، لسه في تطور اكبر هيحصل كمان في القناه. فتاكد انك تشترك في القناه وتشغل زرار النوتيفيكيشن او اللي هو الجرس دوت، عشان تتابع كل فيديو جديد ننزله، عشان يحصل تطور كبير جدا في القناه في الفتره اللي جايه. الفيديوهات مش هتبقى متصوره بقى بموبايل، ومش هتبقى مثلا نغمشه، مش هتبقى الجوده وحشه، لا الجوده هتتحسن كتير، الفيديوهات هتتحسن كتير، مستوى القناه نفسه هعليه واخليه افضل بكتير من المره اللي فاتت. انا عملت اكتر من 100 فيديو بالكاميرا الموبايل، وده ده الوقت ان انا اطور في التصوير. انا كل دوت كنت بحاول اطور في المكان نفسه وبطور في كل حاجه، وكنت سايب الكاميرا في الاخر. فاخيرا بعد ما جبت الكاميرا، يا ريت كل دوت يكون بفارق. وعايز اعرف رايكم، هل الصوره كده افضل بكتير من المره اللي فاتت ولا هي؟ اسف اذا كنت طولت عليكم، اتمنى الفيديو ده تكون عاجبكم والجوده حلوه، وانك تكون مشترك في القناه. تشترك في القناه، لازم تشترك في القناه على فكره، لازم تشترك، مش لازم، هو مجاني فاشترك، هي حاجه مجانيه يعني انك تشترك في القناه فاشترك. واسف انا طولت عليكم مره تانية، واشوفكم الفيديو الجاي، فيديو جديد بجوده احسن كمان. مش عارف الفيديو الجاي هيبقى امتى، مش عارف. على الأغلب هيبقى بكرة أو بعده. المهم يلا أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.